ظن كلنا كنا تتبعنا الصور الأولية التي وردت عن طريق الإعلام، هي حقيقة كان حادث كان يكون أخطر من هذا، من ذلك لولا شجاعة على هذا الشباب الذي زرناهم اليوم. كان الإطارات تاع مؤسسة سوناتراك الذين كان لهم الاحترافية والشجاعة اللازمة للتدخل في أول مهلة بعد اندلاع هذا الحريق، أين أخذوا الاحتياطات وكذلك أخذوا الإجراءات اللازمة لمكافحة مثل هذه الحوادث. الحادثة متحكم فيها حاليا 100%، وكل إجراءات اتخذت من طرف المؤسسة، وكل المصالح المعنية بالتدخل هي في عين المكان. الحمد لله كما لاحظتم الحادثة هذه كانت تكون أكد عواقبها أكثر من ذلك، ولكن الحمد لله.